هو احنا بنعد في فرقة بنات بادئين عندنا بالكادت والجونيور، لان احنا عدد السنيور عندنا قليل في البنات، فاحنا بنعمل لسه الاتحاد مهتم بموضوع فريق البنات، فبنبني لسه فرقة من الكادت وفي فرقة من الجونيور. فبدأنا المعسكر الفترة دي ان شاء الله فترة اعداد، عندنا بعد كده معسكر دولي بره هنختار منه بعض العناصر، وبعدها هيبقى في بطولة برضك دولية احتكاك. من نتائج برضك الاتحاد عشان مهتم بقصة البنات دي عاوز يبني فرقة، كان عندنا بدأنا بطولة افريقيا السنة اللي فاتت، كان في نتائج كويسة بالنسبة للجونيور والكادت في البنات ما شاء الله كويسة جدا، وبطولة العالم طلعنا بعدها بطولة العالم للكادت لأول مرة في مصر لحد بيعلق مركز وصل يلعب على التالت والخامس سيمي فاينال وتالت وخامس، يعني طبعا عشان قلة الخبرة طبعا والسن فلسه صغيرين. كانت عندنا في صفا سجدة حققت مركز خامس، وفي صفا حققت مركز سابع، ودول كانوا بالنسبة لهم تاني مشاركة دولية أصلا، يعني هم أول مشاركة لهم دولية كانت بطولة أفريقيا، بعدها ما كملناش شهر وكانت بطولة العالم، دول كانت تاني مشاركة لهم دولية. فكده يعني الحمد لله ماشيين الاتحاد ماشي معانا بحاجة كويسة، يعني في البنات اللي احنا بنعمل فرق بنات بنعد من فرق بنات من تحت. يعني هو الأول البطولات المحلية اتعملت، وبعدين جمعنا المنتخب كابتن سيد رئيس الاتحاد دكتور مرزوق، دلوقتي بنجهز دلوقتي عاملين 3 أيام في الأسبوع عشان بعد كده في بطولات إن شاء الله دولية، بطولة أفريقيا كبار وشباب وناشئين، وفي معسكرات برا مصر يعني، وفي بطولات أوبن إن شاء الله أوروبا وأفريقيا. من أول شهر 1 هيبدأ بقى معسكر داخلي طويل وبعدين معسكرات دولية. هو عندنا الجودو كل حاجة واحدة، بس هي موازين، متقسمة موازين. انا تحت ميزان 63 كيلو، جايبه اول 17 السنه اللي فاتت، دخلت منتخب جبت اول افريقيا، طلعت عالم بس ربنا ما وفقنيش يعني، بس ان شاء الله في ان شاء الله هنا 3 ايام، هنيجي 3 ايام في المعسكر هنا، وطبعا فيتنس بقى وتمرين جودو هنشد على نفسنا كويس، ان شاء الله في تقدم. شايفاها هتبقى اقوى شويه لان انا كبرت سنه، يعني هتبقى اخر سنه ليا في افريقيا كادت، فعايزه اني اجيب اي ميداليه ان شاء الله ذهب، وأطلع منها يعني بميدالية كويسة.